بالنسبة لحضور المرأة، أنت كيف ولجتي في مجتمع يعني كان يعرف من التمثيل فقط في الثقافة الشعبية في الأعراس بين العائلات مع بعضهم، الآن أصبح المسألة مرئية عبر التلفزيون، أنت كيف استقبلت العائلة كونك ممثلة؟ والله شلي نقول لك، كوني ممثلة أصلا العائلة، وانت ما شاء الله عليك هذا ما ودارق عليك، انت من المنطقة وعارفة العادات وعارفة التقاليد والتحفظات، صح؟ غير الحمد، يا غير الحمد لله نحن اليوم كيف قلت لك في عصر العولمة، يا غير مزلت لهنا أرجع لك النقطة الأساسية أن نحن مزلنا هون في الأقاليم الجنوبية منغلقين على بعضنا، يا غير هذا، يا غير هذا مولي ما يمنع أن عادوا التمثيل الولوج للسينما إلى الأفلام الوثائقية إلى الدراما في التلفزة في قناة العيون الجهوية، استقبلوه العائلة، خالق الشو، خالق اللي من المؤيدين وخالق من المعارضين. يا غير هون اللي نشد على لأني واحد الإنسانة اللي هي سبتي إلين دخلت الولوج السينما والفن، وهذه ماني اللي نقدنو فيها حقها، ما حتى تزقنينا في كرشها كيف نقول إحنا، هذه الأمي الله يخليها لي ويطول عمرها، أمين يا رب. من دعمتك من أول الداعمين ما شاء الله، لأني دائما أنا في روح النكتة، روح المرح، روح الضحك، دائما يقولوا لي، وكانت حتى جداتي الله يولي برحمة الله تقول لي أنتي ضحكي ضحكي على قبر ضحكي ضحكي الرجال على قبر بوه، صح صح، يعني في قمة، هو في قمة الحزن أنت تخرجيه من من عالم الحزن إلى عالم الضحك، حق بعده كانوا خالاتي وكان أمي هي أول شيء منين شافت أن المجال مفتوح في العيون أو بالأحرى في الأقاليم الجنوبية، قالت لي امشي أنت، أو منين نعود مثلا هون من باب الدعابة، منين يقع لي لا شوي والله أنت خاصم مع أخويا، والله قاعدة مصقي تقول لي أنت ممثلة خطيرة